هذا استاذ مستعد اوصفه في كتاب. يعني لو قلت لك بيتي الاول ما بتصدق. En tres palabras el Alsa diría familia. سدي عيش فيني يوميا وعيش فيه انا السد. Sin duda, es que el mundo árabe mi referencia es Osaj. السد هو الزمان والمكان والعشق. نادي السد مش بيت، محل تربيت فيه. لو بختصر نادي السد بيتي. بيتنا، كياننا، فخرنا، عائلتنا، صرح كبير يعني الكل يفتخر به. السد هو بيتي، المكان اللي تعلمت فيه كرة القدم، تفاصيل الحياة. فأنا الحين أتكلم عن نادي السد وأنا قاعد، يسمحون لي الجمهور، لكن الواحد يعني لما يتكلم عن نادي السد لازم يكون واقف ويتكلم. أنا ومن أنا؟ أنا البطولات، أنا الصولات والجولات، أنا الكؤوس والمنصات، أنا بطلها، أنا سيدها، أنا زعيمها، أنا السد يا سيدي. القلب حفنة من تراب وشغف، كرة تدور كالأيام يتلقفها طفل، يداعبها يروضها ويجعلها طوع قدمي فتسمو به ليصبح نجما في سماء. كان احنا لدينا فريق يعني نلعب فيه في دورات الحواري او دورات الفرجان مثل ما نقول، او دورات رمضان او الدورات الصيفيه، وكنا نلعب لاجل الاستمتاع. في 1969 طبعا جات فكره، وطبعا هذا احنا كلنا شباب صغار، يعني انا كنت في حدود عمري 17 سنه في ذلك الوقت، وجات فكره لماذا لا نتحول الى نادي؟ رغم ان احنا عندنا بعض العناصر كانت معانا في المجموعه منتميه لانديه، ولكن ترقب الى ان تلعب في نادينا. فبدينا الاستعداد لهذا الموضوع، واتفقنا كلنا مع بعض في فكرة إنشاء نادي. على ضوها تقدمنا احنا بكتاب. رحمة الله على الشيخ جاسم، هو كان في تلك الفترة هو أبو الرياضة يعني في قطر، وهو اللي مش في كرة القدم، في كل الألعاب، وكان في تلك الفترة هو وزير التربية والتعليم. فرحمة الله على الشيخ جاسم، طبعا بدأوا شباب صغار جايين ويبون ياخذون ترخيص لنادي، فطبعا رفض لأول مرة، ثاني مرة طبعا لعدة محاولات، وطبعا أكيد أن الوالد علي بن حمد رحمة الله عليه تدخل في هالموضوع وحل حل القضية. فصدر القرار الوزاري اللي هو رقم 2 لسنة 1969 في 20/10/1969. تعرفت كلنا فرحنا بهذا الموضوع، بدينا ننطلق على أساس أن نأجر مقر لنا وكذا. يعني أذكر أن احنا تنقلنا حوالي 4 مرات
من منطقة يعني من مكان إلى مكان. ملاعب ليست هناك موجود أي ملاعب، كنا نتمرن على ملعب مدرسة طارق بن زياد، وهو عبارة عن ملعب رملي وصخري، يعني الصخور فيه أكثر من الرمل. بدأ نادي السد مشواره سريعا من الدرجة الثانية ثم إلى الأولى ثم إلى المفاجأة. 69-70 شاركنا في الدوري، كنا طبعا في الدوري عملوا دوري مشترك، يعني في نفس السنة ما استطعنا أن نرتفع إلى الدرجة الثانية، الدرجة الأولى، شاركنا السنة الثانية في الدرجة الثانية. صعدنا في ذلك الوقت إلى الدرجة الأولى، وكانت هنا المفاجأة، فريق يصعد من الدرجة الثانية ويفوز بالدوري العام في نفس السنة. هو السد من يعني ابتدى بعد انطلاقة الأندية الكبيرة، ومن بدأ يعني وهو كبير حقيقة، ولكن استلموا الراية شباب مثل يعني الأب الروحي حق نادي السد اللي هو عبد الله بن حمد العطية، هذا الشخص اللي ما في مثله حقيقة اليوم، أخ كبير للكل، وقام مع أخوانه في ذاك الوقت بهذا المجهود ورفع نادي السد. أنا أول لقب فزت فيه مع نادي السد دوري العام، أول بطولة طبعاً فزنا على طول بالدوري العام، هاي أول بطولة مع نادي السد. إحنا كل موسم لنا بطولات وكلنا لنا صولات وجولات في الملاعب، يعني كان في إحنا نفكر أول اللي يجيب فينا هدف أتوقع إحنا نجيب 2 أو 3 عليه، يعني إحنا عندنا الشعور هذا، اللي يبتدي فينا في التسجيل إحنا نعوض 2 أو 3 عليه، يعني من حبنا للنادي من حماسنا من ثقتنا بأنفسنا إن إحنا قادرين نقلب النتيجة في أي لحظة. مجموعة لاعبين مميزين طبعا على مستوى عالي من الأخلاق ومن المستوى الفني، ما كنا نلعب شيء، حب للنادي وحب للكرة. زرعت أولى بطولات الدوري العام الثقة لدى إدارة نادي السد ولاعبيه، حيث أمسى شعاره لا مركز غير المركز الأول، وعليه تم بناء شخصية الزعامة للنادي ليصبح لقبه الدائم فيما بعد الزعيم. النادي تأسس ليصبح بطل، وهو أخذ البطولة في تأسيسه، لهذا الأساس سمة وصفة هذه النادي هي سمة البطل. نادي السد من بدايته كان عملاق، لما يجيك في البداية في أثناء تأسيسه ويأخذ بطولة الدرجة الأولى دليل أن الفريق قوي. يعني نادينا الحمد لله في زخم من البطولات، ومن وطبعا ما تنسى انه كنا نعد اللاعبين حق المنتخب، منتخبات كلها على كل المستويات، ويعني في سنه من السنين كان 13 لاعب في من نادي السد في المنتخب. طبعا قصه الانتقال هاي كانت مشكله كبيره بين الناديين، وكانت فيها يعني توقيف بالنسبه لنا مدى الحياه، يعني توقيف نهائيا، ثم صارت الأمور يعني تسهلت ورجعنا نلعب لنادي السد. بعد دمج نادي قطر مع نادي العروبة تحت مسمى نادي الاستغلال، ولعبت الاستغلال موسم واحد. كلموني نادي السد طبعا عن طريق الوالد رحمة الله عليه الوجيه سعادة علي بن حمد العطية. والله كان قبل لا ألعب في السد كنت أتمنى بس ألبس فانيلة السد، لو ما لعب أقعد احتياط بس ألبس فانيلة السد. الحمد لله يعني من أول ما لعبت أنا لعبت أساسي بالفريق الأشبال، وفي أول مباراة خبرها مع النادي الأهلي وفزنا في المباراة. لم تكن كرة القدم هي الحلم الوحيد لنادي السد، فقد كان أكبر من ذلك. فتح أبوابه منذ اللحظة الأولى للتأسيس لكل أنواع الرياضة وتفوق في أغلبها. أول الأسماء التي لمعت في سماء العالمية من داخل أسوار السد
طلال منصور، السهم الذهبي لنادي السد وقطر. اسم نادي السد كان كبير، وكانوا هالقطر يتقنون بهذا النادي. يا نادي السد يا مدرسة، لاعب فن وهندسة. بالفعل كان مهندس وما زال هو مهندس الأندية الآسيوية. نادي السد كان باسم، ما كان كرة قدم فقط، كان جميع اللعبات، كان يضم جميع اللعبات في النادي، سلة وكرة القدم وكرة اليد وكرة والتنس. كان نادي ملم بهذه اللعبات، لأنه كان دائما يطمح من يحصل على درع التفوق العام، ودرع التفوق العام يجب أن تهتم في كل اللعبات هذه عشان تحصل على درع التفوق العام. والله لو مش رجال نادي السد ما شفتوا طلال طلع في أنا ما أقول عن نادي السد، عن رجال نادي السد. رجال نادي السد كانوا كبار مسؤولين في البلد، في جميع الوزارات وجميع، كانوا يدعموني دعم لا محدود صراحة، ويعني شايليني شيل، يعني مثل ما يقول المثل، مثلنا هنا في قطر يقولك يدهينا لا تنصبين. إنه السد يا سادة، والعلاقة معه تنسج نسجا لا تعطى ولا تؤخذ. هو السد كان بيت بالنسبة لنا، يعني هي المنطقة كانت تحكم بأن نكون في منطقة السد. أنا حقيقة من عائلة يعني أغلبها كان في البدع، والبدع معروف كمنطقة بأنهم مشجعين لنادي قطر أو لنادي العربي، ولكن احنا انتقلنا إلى منطقة السد. ومع الوقت حقيقة كل اللي موجودين في المنطقة هذه من العوائل اللي موجودة كانوا يشجعون نادي السد، وبالتالي كان اوتوماتيكيا يعني الواحد يروح إلى نادي السد. والله يشوف حبي لنادي السد لأن العائلة هي سداوية، فاتجهت إلى نادي السد، والمنطقة غريبة فريج السد، فكنا احنا من الصغر عائلة سداوية. أول شيء أنا ابن المنطقة، ابن منطقة السد وحي السد، ترعرعت على هذا الاسم وتعلمت من الأجيال الموجودة السابقة، كنت أشاهدها من قرب لأن منزلي عند ملعب نادي السد. فلهذا الأساس أنا عشقت المكان والكيان. اختياري لنادي السد جاء بالصدفة صراحة. أنا كنت رايح العربي مع لعيبة العربي القدامى، لأن كنا في منطقة المنتزه. رحت العربي، اختاروا 5 6 ما اختاروني أنا، قالوا لي أنت صغير تعال السنة الجاية. فرجعت صراحة يعني زعلت لدرجة أني صحت. فأخوي الله يرحمه سالم يقول لي ايش فيك؟ قلت له العربي وأنا المفروض كان يسجلوني ما سجلوني، وأصدقائي كانوا من نجوم النادي العربي في ذيك الأيام. فقال لي ليش أنت تبي تروح العربي ليش؟ احنا كلنا في البيت سدويين. طبعا تدرجت من البراعم خلنا نقول حتى الفريق الأول لما وقفنا كورة وصرنا إداريين. طبعا التدرج جاء من فئة البراعم إلى الأشبال إلى الناشئين إلى فريق تحت 23، ومن ثم الفريق الأول. طبعا التدرج هذا احنا كلاعبين يوم كنا صغار كان عندنا حلم ان احنا نشوف تمرين الفريق الأول، كنا نطلع فوق ونشوف تمرين الفريق الأول، فهذا شيء كان دافع لنا احنا، خاصة ان كان السد يملك كوكبة من النجوم في هذه الفترة. والله شوف انا عندي اخو يلعب في الريان والثاني يلعب في نادي قطر، فكان ميولي بدايتي يا قطر يا الريان، لكن إنجازات نادي السد هي اللي جذبتني لنادي السد. الثمانينيات عقد الإنجازات، هذا هو عنوان المرحلة لنادي السد، حيث جمع النادي أسماء لمعت وأشرقت في المستطيل الأخضر. أول شيء جيل الثمانينات
ربع على جيل صاحب الذهب وصاحب الإنجازات اللي هو جيل التأسيس للنادي. فلما وصلنا إلى مرحلة الثمانينات كان النادي حقق إنجازات مع الجيل السابق، فدخلنا مع الجيل السابق والحالي في جيل الثمانينات، لأنها هي نخبة كرة القدم كانت موجودة في هذا العصر للكرة القطرية، وكانوا من ضمن النجوم الموجودين في نادي الزعيم الست. هما من حققوا ثاني العالم في استراليا مع المنتخب. هذا الجيل أكثر من نص الفريق هو موجود كان مع الزعيم. ثم يأتي استحقاق كأس الأندية الأسيوية ومع الفريق الذي تألق وحصد الألقاب. تسعة وثمانين طبعاً كانت لأول مرة نشارك إحنا كنادي قطري في بطولة كأس آسيا، كانت مفترق طرق بالنسبة لنا. الآخرين اعتقدوا إن هي نزهة وسوف نخرج من الدور الأول ونعود بخفي حنين، ولكن في ماليزيا تأهلنا إلى الأدوار النهائية ولعبنا النهائي مع نادي الرشيد العراقي. في ذلك الوقت نادي الرشيد العراقي وهو عبارة عن منتخب العراق. الإدارة أيامها عبد الله بن حمد العطية، سيد ناصر مبارك العلي الله يرحمك، عبد الله المير، يعني كان في تحفيز وفيه توصيات. تصور أن لما كل الإدارة تروح مع الفريق العراق تحس بالمسؤولية، ليش ذول وزراء ليش جايين مع الفريق اللي فيه معالي وفي سعادة وفي السيد مناصب، يعني مخلين مناصبهم وجايين ورايحين مع الفريق، فيه اهتمام. الاهتمام هذا وخاصة عن طريق المدرب، وعندنا الحمد لله اللعيبة والتوفيق، التوفيق من الله. يعني عدوا نادي بالمنتخب العراق وسموه نادي الرشيد ليحصل على البطولات الخارجية والتمثيل الخارجي، فكان من ضمن الأهداف اللي هي آسيا. لما ذهبنا للرشيد لنلعب مع منتخب العراق، لأن النجوم كلها من عدنان الدرجال لأحمد راضي لليث، يعني اللعيبة كلهم منتخب العراق كلهم نجوم كبار اللي حققوا الإنجازات في مع المنتخب. فلعبنا في هذه المباراة واحنا ننقص اللاعب المحترف، كان قاسم بور ما يقدر يروح لانه كانت في ذاك الوقت هي الاحداث، فما كان يقدر يلعب في العراق. تخيل انك انت تذهب الى العراق مع امام الرشيد العراقي بان تلعب من دون المحترف الموجود، ما عدا كان عندنا لاعب مدافع وائل الصوفي. فخرجنا من هذه المباراه بنتيجه 3-2 الى ان اتت المباراه الاياب. ف حتى وإحنا نلعب المباريات الصعبة بدون المحترفين لم ننهز. الشوط الأول انتهى 3-0، وأذكر بأن رئيس نادي الرشيد أو نائب الرئيس أو كان في جنبي في المقصورة، فالتفت لي وقال ما في داعي، وهو يضحك، ما في داعي نلعب في قطر مباراة الإياب، يعني خلاص، يعني اعتبر الشوط الأول 3-0 وأنا اعتبر المباراة منتهية. ولكن في الشوط الثاني استطعنا لم نفوز ولكن أن نسجل هدفين غاليين. الشوط الأول على حضور الجمهور والملعب كان فيه شوية رهبة، بس كان عندنا الإصرار والحماس. الشوط الثاني راحت منا الرهبة وكان الإصرار والحماس موجود، والحمد لله كانت نتيجة إيجابية. فلعبنا المباراة النهائية في أول يوم من رمضان، فكانت الحمد لله بركات رمضان هلت علينا. الكرة فاول، أخذت الفاول، سددت الفاول، سجلت الهدف، أخذنا بطولة آسيا لأن كنا لازم نفوز على الرشيد. أول نادي عربي خليجي يفوز ببطولة آسيا،
هذه أيضا لها تكتب بأحرف الذهب في تاريخ النادي. بعد التتويج بكأس آسيا للأندية عام 89 بدأت مرحلة جديدة لنادي السد، عشرية أخرى تمر على النادي. وفي هذه الأعوام العشر بدأ التغيير يظهر في ملامح الفريق، وجوه جديدة، أسماء ترفعت من مصافي الشباب إلى معترك الصف الأول، وأسماء تركت إلى الإدارة. نادي السد نادي اسم كبير وله جماهيره، وأكيد كنا مطالبين إن احنا طبعا نجيب ألقاب وبطولات ونكمل مسيرة طبعا لسبقونا من اللعيبة السابقين. فأكيد أكيد يعني موقف صعب عليك إن أنت لازم تثبت ولازم تجيب بطولات. أول مباراة لي مع الفريق الأول كانت ضد الريان، وكان فريق الريان منافس الدوري، وكان فريق يعني تعرف أنت شعبية نادي الريان، جماهيرية نادي الريان، فالملعب كان جمهور. أول مباراة لي يعني لاعب ناشئ يطلع على طول الفريق الأول، وأشخاص كان يشوفهم بس في التمرين، يعني اللعيبة اللي لعبت معاهم كنت أشوفهم بس في التمرين، يعني بعد ما نخلص تمرين نروح نشوف تمرينهم. فكانت الرهبة موجودة أنا أقول لك الصراحة. بس جاني واحد من اللعيبة الكبار وكلمني اللي هو فهد الكواري، قال لي ضاحي حاول أول كورة تستلمها تسلمها صح، هذه راح تعطيك ثقة في نفسك. وطبعا جاتني أول كورة استلمتها وسلمتها، هني حسيت نفسي أن أنا مسوي كل شيء في المباراة، فهاي الشيء عطاني ثقة في المباراة وخلاني أن يعني أتم معاهم من مباراة الريان لين انتهت فترة الكورة. ما زالت كؤوس وبطولات قطر تغزو خزائن النادي. على المستوى الخارجي لم يكن حظ نادي السد كما كان، وحقق في هذه العشرية كأس أندية الخليج. نادي السد جاته فترة تقريبا في التسعينات انقطع عن البطولات شوية. احنا بالنسبة لنا مش شوية، احنا عندنا بالنسبة لنا لان احنا متعودين كل سنة لازم بطولة بطولتين، فجاتنا فترة في هالفترة هذه انقطاعنا. كان نادي السد الإدارة احنا عندنا كانوا يعدون جيل من الناشئين الشباب من الأشبال الناشئين الشباب، لين ما طلع الجيل هاي مع الجيل الموجود كان، فبدأت البطولات ترجع. يعني نادي السد مش فترة معينة، أي إدارة تجي تشتغل تكمل تبع يعني اللي كانت شقالة فيه الإدارة اللي قبل. على صعيد الرياضات المصاحبة كان لكرة اليد والسلة الكثير من الإنجازات. نادي السد لا يضم فقط كرة القدم، وإنما أيضا نحن أبطال عالم في كرة اليد، حقق العديد من الإنجازات على المستوى الآسيوي سواء في كرة اليد أو في كرة السلة في كرة المضرب كرة الطاولة. يعني نتكلم على مستوى الأندية أكثر من خمس في عهدنا، طبعا أكثر من خمس بطولات آسيوية بالإضافة إلى بطولات عربية بالإضافة إلى بطولات خليجية، صعدنا إلى كأس العالم ثلاث مرات على التوالي. هكذا هو نادي السد، ولكن للقصة بقية، فلا تنتهي قصص هذا النادي أبدا. أنا ومن أنا؟ أنا البطولات، أنا الصولات والجولات، أنا الكؤوس والمنصات، أنا بطلها، أنا سيدها،
أنا زعيمها، أنا السد يا سلام. تباشير الألفية الجديدة أطلت برأسها مع تولي سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني آنذاك رئاسة النادي. في وجود صاحب سمو في تلك الفترة كرئيس نادي لنادي السد إضافة أخرى للشخصيات اللي توالت سابقا اللي ترأست نادي السد، ولكن يعتبر إضافة بداية انطلاقة تحقيق الإنجازات الأفضل بعد هذه الفترة يعني حقيقة، مما أعطى دفعا للفريق. ثم توالت الإنجازات المحلية وبعدها الخارجية، من بطولة إلى بطولة وحصد كل بطولات قطر عام 2007. يوم ما جينا في 99 كنا تقريبا غايبين عن الدوري العام 10 سنوات، فالحمد لله قدرنا نحقق دوري العام بعد 10 سنوات، قدرنا نحقق كاس الأمير وكاس الشيخ جاسم، فحققنا الثلاثية في هذا الموسم. سيدي سمو الأمير يوم ما كان رئيس النادي طبعا من أجمل الفترات اللي عشتها أنا كلاعب في نادي السد، متابعة اليومية للتدريبات، وجوده في النادي بصورة يومية، هذا كان دافع وكان دليل اهتمام رئيس النادي بالفريق. من خلاله بدأت الإنجازات ترجع لنادي السد بعد غياب 10 سنوات، فكانت أجمل اللحظات، أجمل مجموعة لعبت معها، مجموعة خليط من أصحاب الخبرة والشباب ومحترفين ومدربين خلنا نقول على مستوى عالي. La primera vez, precisamente como decía antes, yo había estado una semana, me gustó mucho la ciudad, me gustó mucho la infraestructura del club, se daba todo para trabajar. Y bueno, pero no nos poníamos de acuerdo hasta que me reuní con esta persona quien nombré antes y solo hablando de fútbol, porque no hablamos de otra cosa con él, y en esto del fútbol llegué a un club muy importante. Y bueno, pude hacer mi trabajo con todo el apoyo, ¿no? Tanto personal como logístico. نادي السد جيل عن جيل جيل عن جيل تحصل هالإنجازات، تحصل هالأجيال الرائعة، جميع الأجيال. إذا رجعت وشفت تاريخ نادي السد من بداية نادي السد لحد الآن، حتى الألفية الجديدة، تحصل كل جيل له إنجازات، له عديد من تقول له تاريخ أو له وقت إنه يفتخر به وإنه هو مثل نادي السد. بصراحة أنا على مستوى الشخصي عاشرت عديد من النجوم، سواء محليين أو مواطنين أو محترفين، وبالتالي حقق إنجازات كبيرة لنادي السد. بحد ذاته نادي السد إنك تنضم له هو يعني حلم كبير بالنسبة لأي لاعب مواطن. طبعا كأي لاعب كان في مسيرته الأولى، على طول في شخص أتمنى له كل خير، صراحة ما أعرف عنه أي حاجة، اسمه محمد غلوم، شافني في مدرسة عثمان بن عفان وكلم أهلي على أساس أنه يأخذني وديني إلى نادي السد، انضميت نادي السد وحبيت نادي السد وعشقت نادي السد وكل الموجودين في نادي السد. بديت الرياضة أنا بمجال التنس الأرضي، بعدين في الفريج أو في المكان اللي أسكن فيه كنا نلعب كورة، كان في واحد اسمه عبد الله الشملان اللي كان لاعب بعد في نادي السد، قال لي ليش ما تدخل كرة قدم وتجرب، يعني أنت عندك موهبة وتقدر تكون شيء في المستقبل. هاي اللي خلاني أختار نادي السد يعني، والحمد لله أني اخترت نادي السد. صراحة نادي السد أفضل نادي موجود في الدولة. Que eu me adaptei muito, muito bem, porque é tudo muito perto. Acho que me ajudou também na adaptação foi a quantidade de brasileiros que trabalhavam lá. Brasileiros que são meus amigos hoje em dia, que eu não conhecia,
que eram vários preparadores de goleiros, preparadores físicos, que trabalhavam em outras equipes do Catar. Então isso facilitou bastante. Ah, foi um desafio. É, o Emerson também, um brasileiro, o Emerson Sheik, estava lá, chegou 2 meses antes de mim, então isso facilitou bastante, você ter mais um brasileiro. Tinha o equatoriano Carlos Tenório, que é meu amigo também. Isso ajudou, né? Assim, o extra-campo. E os árabes, acho que foram, me acolheram bastante. Eu aceitei porque o contrato era curto, né? E para saber se eu ia me adaptar. Mas me adaptei muito rápido, fui muito feliz no Catar. يطل السد من جديد على البطولة القارية Champions League وبقوة القانون عاد الفريق إلى المنافسة ليحصد كأسها عام 2011. شوف هو الإنجاز بحد ذاته بدأ من نصف مقعد. اليوم كان عندنا نصف مقعد، لعبنا وتأهلنا دور المجموعات. دور المجموعات ما كان سهل، خسرنا مباراة، لكن عشان تعرف أن النادي بكل أطيافة يتكلم كرة قدم. اليوم فزنا على النادي الإيراني بخطأ إداري، كنا خسرين المباراة بحنكة الإداريين، عرفوا أن يكتشفون في خطأ في لستة النادي الإيراني، وبالتالي قلبنا النتيجة، وهذا كان بالنسبة لنا دفعة معنوية. مباراة عن مباراة كانت تصعب الأمور، لكن الحماس الموجود داخل المجموعة، التكاتف اللي كان داخل المجموعة، الروح المعنوية العالية، الروح القتالية اللي هي الأهم كانت بالنسبة لنا. كان عندنا كواليتي داخل أرضية الملعب، لكن اللي فرق معانا في آسيا أعتقد أنه هو الروح القتالية داخل أرضية الملعب، هي اللي أعطت نادي السد من 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 دور لدور، أعطت الأحقية أنه يكون هو بطل المسابقة. لأننا إحنا في نادي السد، فأنت إذا انضميت إلى نادي السد يعني لازم تجيب كل البطولات وتنافس على كل البطولات. دخلنا المباراة إحنا مرتاحين، سوينا اللي علينا، خرجنا بالبطولة. ما كنا احنا متوقعين هذا الشيء، لكن كان شعور غريب جدا. يعني تلعب مباراة نهائية في كوريا، في وسط كوريا خلينا نقول، بين جماهيرهم، وتاخذ البطولة على ارضهم، اعتقد شعور جميل وشعور صعب ان انت اصلا تفكر فيه. أعتقد مثل ما أنت شايف يعني هذا التيشيرت للحين محتفظ فيه من 2011. يعني طبعًا أغلى بطولة لي في النادي هو الشامبيونز ليج، فشيء كثير أفتخر فيه وأعتز فيه صراحة. على المستوى التكتيكي أعتقد واجهنا فريق كثير قوي، وعلى أرضه وبين جمهوره، ومباراة واحدة مش ذهب وياب نفس الوضع الحين في الشامبيونز ليج. مباراة كانت كثير صعبة، وصلنا للبلنتيات صراحة، كان مطرود من عندنا لاعب، فأعتقد الوضع كان صعب، لكن أنا من داخلي كنت واثق، حتى كنت أطلب من المدرب إن أنا أشوت أول ضربة جزاء. فبعدها الحمد لله رب العالمين قدرنا نتوفق، قدر محمد صقر صراحة اللي كان نجم المباراة أعتقد، ونجم ضربات الجزاء، قدر يصد ضربتين جزاء، وقدرنا الحمد لله أن نطلع من هذه المباراة بالشيء الأهم، والشيء اللي كنا نشتغل عشانه فترة طويلة، اللي هو بطولة الشامبيونز ليج. C'était vraiment magnifique, c'était une période que je vais pas oublier. Après voilà, j'étais le cinquième tireur des penalties. Et voilà, bien sûr, il y a eu quand même de la pression et tout. Mais voilà, j'étais bien concentré, j'avais choisi un côté et voilà, j'ai bien frappé un bon côté fort. Et voilà, c'était une joie magnifique quand j'ai marqué. Voilà, on était tous heureux. Bueno, algo, te voy a contestar con algo que le repito siempre a mis jugadores, ¿no? Desde mi punto de vista, no hay ninguna estrella más importante que alguien que se llama equipo. O sea, yo soy de los que apuesto a un juego colectivo y a que sea el equipo que te dé las respuestas para todos los obstáculos. تألق جديد وفوز ثاني بكأس الأندية الآسيوية جعل من السد زعيما للقارة، مؤكدا على أحقية لقبه الزعيم. هذا التأهل دفع بالنادي إلى بطولة عالمية كبيرة، وهي بطولة العالم للأندية، حيث ظهر السد بمظهر جديد عالمي وإنجاز آخر،
ثالث أندية العالم. بطولة من أهم بطولات العالم، تتكلم على كأس عالم عقب بطولة العالم للأندية، كأس العالم للأندية اللي هو أفضل أبطال قارات من جميع أنحاء العالم، فبالتالي النخبة الكبيرة من اللاعبين، النخبة الكبيرة من أصحاب الإنجازات تلتقي في الملتقى الرياضي الكبير. البطولة بحد ذاتها كانت بالنسبة لنا رهبة، يعني احنا كنا رايحين اليابان وعارفين ان راح نواجه الأندية الكبيرة، تواجه سانتوس، تواجه برشلونة، تواجه الترجي التونسي، تواجه النادي الياباني ما أذكر اسمه. فأعتقد أن البطولة بحد ذاتها تنظيمها هو بحد ذاته رهبة. فيوم ما وصلنا اليابان بصراحة كان خلاص، يعني كل شيء واضح بالنسبة لنا، ما كان همنا أن إلا أن الأداء المشرف اللي نعكس للناس أن احنا نستحق أن نكون أبطال آسيا، نستحق أن نمثل دولتنا بأفضل تمثيل، وبالتالي الحمد لله مشينا في البطولة من مباراة لمباراة مستوى عالي وحصلنا على ثالث العالم. مباراة برشلونة كانت يعني لها طابع خاص بالنسبة لنا، حتى يعني كان المدرب يوم قبل المباراة علمنا شو اللي يسويه برشلونة دخل أرضية الملعب، كنا نقول يعني في أنفسنا والله إحنا عارفين فريق برشلونة، يعني ما حتى اجتماع ما يحتاج. رحنا مباراة كرة قدم صفر الحكم، اعتقدنا أنها هي مباراة تنس أرضي. التنس الأرضي أنت لما تروح أي مباراة في التنس الأرضي الملعب كله هدوء يكون، فهذا الشيء اللي كان حاصل، كان الملعب كان جماهير فل لكن ما كنت تسمع صوت غير صوت الكورة فقط، يعني حتى الجماهير كانت مستمتعة في طريقة لعب برشلونة، ما كنت تسمع صوت إلا لحظة الهدف أو إذا في كرة ضايعة. إحنا كلاعبين قاعدين في الاحتياط كنا مستغربين، نقول ليش الجماهير يعني ما تشجع، ليش ما حد يصرخ يصفر أي حاجة، كنت بس أسمع صوت الكرة فقط، صوت الكرة وصوت عبد الله كوني ومحمد صقر إنهم كانوا يوجهون اللعيبة داخل أرضية الملعب. في ذاك الوقت كنا صغار، كنا نحاول نتعلم أشياء كثيرة وما زلنا نتعلم يعني، فتجربة كثير استفدنا منها. صحيح خسرنا من برشلونة لكن كان هدفنا بعد مباراة برشلونة هو تحقيق المركز الثالث، والحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق إنجاز ثاني بتحقيقنا المركز الثالث على العالم في بطولة أعتقد فيها أفريقيا من كل قارة أو كل قارة فيها بطل كل قارة، يعني من كل دولة، فهذا الشيء أعتقد إنجاز كبير يحسب لنادي السد. Ya se fue mermando, diluyendo, y eso provocó que aquel Barcelona, con Guardiola y sin Guardiola, no volviera a ser igual, ¿no? Así que no te digo que temor, pero sí una gran preocupación, especialmente por mis jugadores, ¿no? ¿Cómo iban a enfrentar ese partido? No sé, y no iban a pedirle un autógrafo a Messi, a Xavi, a Iniesta, a todos aquellos fenómenos que tenían en aquel momento. Y la verdad es que lo enfrentaron con mucha personalidad, lo enfrentamos el partido que hizo Alzad, más allá del resultado, fue muy digno, muy digno. Y bueno, después, por suerte de sortear ese obstáculo que, por supuesto, ellos fueron a la final. جاوز السد سريعاً الحدود وانطلق حول العالم يبحث عن المحترف منذ اللحظة الأولى، فكان من اللاعبين الدوليين والعالميين الذين لعبوا للسد أسماء كثر، وليس حصراً إذا ذكرنا لوبوف، قاسم بور، فيليبي جورج، أميرسون، تينيريو، خليفة عايل، محمد ربيع، شيبو، جابي، روماريو، بغداد بنجاح، راؤول، وأخيراً وليس آخراً تشافي هرنانديز. شوف كل نادي له رؤيته الخاصة فيه، طموحه كبير بأن يجلب أفضل اللعيبة المحترفين أو المدربين لتحقيق إنجازاته،
هذا يعتبر يحسب لإدارة نادي السد في تلك الفترة، بحيث أن كان النظرة الاحترافية كانت موجودة مسبقا، لكن نظرا لتطور الرياضة في قطر اضطرينا أننا نكون فيها احترافية أكثر ونكون سباقين قبل الآخرين باحترافية أكثر بإذن الله تعالى. احنا مثل توفقنا في إمرسون في فيليبي، كانوا اثنين من أفضل النجوم الذين لعبوا في تاريخ نادي السد، وفي من خلال فيليبي وإمرسون هداف وصانع ألعاب ساحر، يعني بذاك الوقت نادي السد استطاع أن يحصل على الثلاثية وأن يعني وبدون منازع. ولذلك يعني احنا يعني ننظر إلى يعني كيفية التعامل مع اللاعب الأجنبي وكيفية يعني التفاعل معه وحسن الاختيار. عندما يعني تسجل في نادي السد يعني أول شيء يزرعونه فيك اللي هو شخصية البطل، اللي يخلونك تفكر فيه دائما المركز الأول. هذا الشيء ساعدنا إن إحنا دائما عيننا على البطولة، فالحمد لله أنا تقريبا من 86 لين 2019 في النادي، يمكن الحين تقريبا 32 سنة، حققت 32 بطولة على مستوى الفريق الأول فقط تقريبا، يمكن كلاعب وكإداري. فهذه الأشياء ما جت من فراغ، أولا يعني أكون محظوظ أني أنا أكون موجود مع مثلا مجموعة من اللاعبين المميزين، مجموعة من الإداريين أو على مستوى رئيس النادي أن يجلبوا لنا أفضل اللاعبين، يجلبوا لنا أفضل المدربين لتحقيق هذه البطولات. Vem fazendo um excelente trabalho já há bastante tempo, né? Um tempo atrás o Raul jogou lá por 2 ou 3 anos, se não me engano, 2, 3, 3 temporadas. O Chaves acho que jogou por 3 temporadas e agora virou treinador. Acho que o Catar está fazendo o certo, né? De poder aprender com a experiência tanto dentro de campo como fora de campo do Chaves, que é uma referência mundial. Eu tive lá há 2 anos atrás, o Chaves estava jogando ainda, me recebeu muito bem. Ele sabe, ficou sabendo da minha história pelo Saad, então acho que sem dúvida isso só tem a crescer o futebol do Catar mais ainda para que em 2022 eles possam fazer um belo mundial. Cuando dejé el Barcelona habían muchas opciones para irme a jugar, a terminar mi carrera como futbolista, pero elegí Qatar por el proyecto del Mundial, elegí al Saad porque es para mí el mejor club en este país, es un club histórico, hemos ganado 2 Champions en la historia y creo que es un gran equipo. Entonces firmé 2 años con un opcional, al final me he sentido como en mi casa, es un club muy familiar, es un club fantástico, me siento como en casa, ¿no? Yo también soy muy familiar, soy una persona muy, muy afín a mi familia y me siento muy bien aquí, ¿no? Y esto significa que he continuado trabajando aquí como entrenador, elegí por el proyecto, ¿no? Me gustó lo que me contaron del club, hablé con Raúl primero también para saber cómo era el país, cómo era el club, es un club serio, es un club profesional. Estoy muy a gusto aquí, es un club fantástico para trabajar. Muy contento, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Tanto personal como futbolística, el poder estar en este país, trabajar para este país, no solo para el club, sino para el proyecto en general, ¿no? Y el club creo que está ayudando mucho también al proyecto que empieza también en Aspire y para el Mundial 2022, ¿no? Yo creo que es muy afortunado Qatar de tener un club como Al Saad que nutre tantos jugadores en la selección. Es un orgullo trabajar para Al Saad. صعود النادي إلى مصاف العالمية جعل منه مؤسسة طامحة إلى أن تكون مستقلة بروحها، لذلك كان التوجه إلى الاستثمار المنتج. اليوم أنت يجب أن تبحث على خلينا نقول الفرص، في نفس الوقت أنت مطالب باستحقاقات. يعني أنت خلينا نقول إحنا في الشركات الخاصة أو المال الخاص تقدر تسوي أولويات لك أنت، يعني والله مو بشاري السنة سيارة، والله مو بسافر، في المقابل راح أضخ أموالي في الاستثمار. في النادي ما يصير، أنت عندك أولويات اللي هي استحقاقاتك الرياضية الكروية أو الأخرى، اللعبات الأخرى، وكلها نحن نركز عليها. يعني ما نقول إحنا نركز على كرة القدم وننسى باقي اللعبات، أو نركز على باقي اللعبات وننسى كرة القدم، لا،
احنا نعطي كل ذي حق حقه. نعم القدم هي لها الأولوية والباقي تختلف أولوياتها على حسب أهمية اللعبة. فجاءت فكرة إنشاء الشركة الخاصة اللي يملكها النادي. طرحنا الموضوع على أعضاء الجمعية العمومية وتمت الموافقة من قبلهم، وعرضنا عليهم الخطة اللي هي أن نوصل لمرحلة السلف سستينابيليتي. طبعا ما راح أقول لك في سنة في سنتين، على الأقل في 15 سنة نادي السد يكون قادر أنه يغطي ولو 90 إلى 100% من تكاليفه. السد كما اسمه مناعة قصوى، عمادها الحب. فعندما تنتمي إلى عيال الذيب فإنك لا تقدر على المغادرة. يتعلق القلب بجدرانه ولا يريد المفارقة، إنه لاء لا ينتهي. أنا أعتبر أن احنا كمجموعة من المؤسسين ومن حتى لاعبيننا، حتى لاعبيننا اليوم اللي اعتزلوا تجدهم يعني متواجدين في النادي. اللي يميز نادي السد كانت الإدارة تعتبر العائلة، اللاعبين أكثر من أخو، لدرجة إذا تغيب تمرين واحد الكل يسأل عنك، ما في أنت صغير وأنت كبير، التعامل يتعاملونك كأنك رجال. الإحساس أنك أنت مع عائلة، مش مجرد لاعب تيجي لا لا، لدرجة لدرجة إذا حد عندك من العائلة مريض، إدارة نادي السد بكل أمانة يسوون كل شيء. تصور فشلون ما تحب النادي؟ النادي استمر وهو تحول إلى أسرة أكثر من يعني، حتى القدامى والمؤسسين لو لاحظتم كل ليلة يجون في النادي، كل ليلة يجتمعون، كل ليلة يعني ايضا مع الجيل الجديد، مع هذه هو الاختلاط، وهذا هو اسمه من سمات نادي السد وتخصص فيها. يظل الاهلي بيتي الاول، لكن السد بالنسبه لي عاملوني بكل امانه افضل من ابناء النادي، يعني ما ابالغ في هذا الشيء، لكن عاملوني افضل من ابناء النادي. قد ما اتكلم يعني انا يوميا اتكلم بالسد، السد السد يوميا يعني ما اقدر يعني. هذا نادي مش مجرد نادي فقط، لا، مجرد بالنسبة لي حياة، بالنسبة لي ولعيالي وعشقي وحبي وحياتي. هو بيتنا الثاني، تربطنا علاقة كبيرة من النواحي كلها الأخلاقية القيم. فنادي السد هي أسرة، من يدخل فيها الواحد يكون مثل الأسرة مع بعض، وهذه هي يعني اللي ماشيين عليها سابقا وحاليا. بتدش النادي بتحصل هالأجواء المثالية، بتحصل الأجواء الأرض الخصبة، أنك تبدع، أنك تعطي كل ما عندك، وبالتالي ترسم نقول خريطة كبيرة بالنسبة لك ولمستقبلك، سواء شخصية أو كنادي يكون الإنجازات كبيرة بالنسبة لك. creo que es parte de mi familia ya no es parte de mi vida de mi naturalidad no yo soy tengo mucho sentimiento de pertenencia y siento el Al-Sadd como mío ya, o sea, es parte de mí. Entonces, muy orgulloso de estar en este club. La verdad que tengo la sensación de que tengo ganas de seguir más tiempo aquí, tanto en el país como el Al-Sadd, ¿no? إذا ما كانت في إدارة محترفة، طبعاً اللعيبة كلهم ما راح يكونون محترفين. لكن الإدارة هي ساعدتني بشكل كبير أن أنا أوصل لأهداف أنا أبيها في المرتبة الأولى والنادي يبيها. فالإدارة هي اللي تكون اللاعب من هو صغير على أساس أنه يوصل لأهدافه. لازم أن أنت يكون عندك روح مش
موجودة في أي لاعب ثاني أساس أن أنت تلعب في نادي السد. إذا أنت وصلت تلعب في نادي السد لازم تحافظ على مستواك عشان تكون موجود في نادي السد. هالشيء هو هالسبب الرئيسي اللي أنا شخصيا ما خلاني أطلع من نادي السد. أعتقد حبي لنادي السد، حبي للمسؤولين في نادي السد، للاعبين أصحابي اللي موجودين معاي في نفس الفريق، للجهاز الإداري اللي كم سنة هو معانا يعني يشتغل معانا ومش مقصر علينا في شيء. أعتقد هاي هو السر اللي يخلي اللاعب دائما يتألق عشان يتم في نادي السد. Ouais, Al Sadd, j'ai passé, comme je vous ai dit, 6 ans. J'ai passé 6 belles années avec Al Sadd. C'est vraiment un club professionnel. Voilà, tout est organisé au carré. Et voilà, avec les professionnels, ça se passait super bien. Le management, très bien. Ils nous ont bien compris, ils nous ont mis à l'aise. Moi, personnellement, ils m'ont bien mis à l'aise. Et voilà, j'ai essayé de redonner tout ça sur le terrain. Ils m'ont bien accueilli. Même le public, même le management. Je voulais remercier Mohamed Goulam, il s'est très bien occupé de moi quand je suis arrivé ici. Franchement, je le remercie beaucoup. Bueno, dar las gracias. Tenemos que dar las gracias, agradecer a toda la gente que ha hecho grande a este club desde el primer día, hace 50 años. Muchos jugadores, muchos entrenadores, mucha gente que ha trabajado para el club y nosotros ahora somos afortunados de estar en un club grande por toda esta gente, ¿no? Tenemos que agradecer a la gente que ha trabajado duro para el Al Sadd, que lo ha protegido durante tantos años y ha conseguido tantos éxitos. Por eso ahora nosotros estamos aquí, tenemos que agradecer, ¿no? Somos afortunados y somos parte de este club y de este proyecto gracias a tanta gente que ha luchado y ha ganado tantos éxitos para el club, ¿no? Para la Sadd. أن تكون الزعيم فتلك صفة لا تراجع فيها ولا تقبل القسمة على اثنين، فإما القمة وإما لا صفة. أن تكون زعيم أن تحمل الصولجان دائما وأن تتربع على العرش دوما. تلك هي المعركة الدائمة التي تتحدى السد في كل موسم من مواسم الكرة منذ اللحظة الأولى وإلى الزمن القادم.